يرتفع. وش اللي يرتفع؟ يرتفع ايجار الفنادق. بقول لكم حاجه قطع مروتك. اعترف افجرها. نعم وانا والله قبل لا تقول اني حسيت بك. يلا قول. بس اللي بتفجرها اصبر. توقعون وش اسم محمد ناصر في قطر؟ اسم ما يعرفه الا وليد الفيح. انا اعرفه. انا معلمك. شو اسم؟ هو معلمني بعد. له اسم لقب مشهور به هو. بس انه انت كتم عليه وانا بفجره في البزنس. والله للقب اقسم بالله ما ينادونه في قطر لا ابوه ولا عمانه ولا اخوانه ولا عيال عمه ما ينادونه محمد ناصر. انا اعرف ينادوه محمدين؟ لا الوحيد. حمدوه حموده؟ اقوله ولا محمد ولا ما شارك؟ محمد. ها اقوله ولا ما شارك؟ يلا وشو الزعيم. يا سلام عليك. صح؟ اي والله معروف في قطر بالزعيم. حتى ابوه ما يناديه الا الزعيم. يا زعيم. ها؟ شلون؟ حد من نفسه تلقى له لقب خلاص. زعيم زعيم الوكاد مدري من. الوكاد تقول لي كنت اناديه قبل البرنامج. قبل البرنامج كنت اناديه الزعيم بس يوم دخلنا هنا ما عاد اناديه الزعيم عشان ما يقولون وليد اللي سماه لاني ما باه ياخذ مني حسنه. نعم. ايه بس الليله نفجرنا. يا سالم حزام محمد منصور ترى اسمه في قطر وعند ابوه وعند عمانه وعند العالم كله ابوه بالزعيم. محمد ناصر تقول محمد ناصر ولا محمد منصور؟ انت تقول محمد سالم حزام محمد منصور. ايه محمد ناصر يسمى بالزعيم يعني 10 رقم 10 ما يصلح. لا خلي المتسابق رقم 10. اسلم رقم 10 شنو؟ هذا الشخص اللي في الفريق رقم 10 يتهاوشون عليه. الكابتنية عنده لا من ماخذه؟ ميسي. من ما كان ماخذه في الهلال؟ كم تكلفتها؟ خلي بس اقصر. اي ما يدري ايش السالفه. طيب يلا انت ما اردت اني يصيح لك ترى الله من جاي يروع. والله اني اروع. انا اقول ان سالم حزام يوم قال رقم 10 انه يعني ما يعرف ميسي ما يعرف انه صفه زينه. اي هو يحسب ان المتسابق رقم 1 هو الافضل. المتسابق رقم 10 هو اخر شيء. ما درنا 25 هو سالم. يا سلام. هاي اقول لك اسلم. تقول لي عن صلاله. اقول لك صلاله اللي فيها يرتفع جارات بس جارات هو شيء طبيعي جارات.